ولكم بيانفيني، اهلا بيكم. تعالوا نشوف الكرتونه دي جات لي النهارده، نشوف فيها ايه. أو واو، حلوة دي. ده مركب، مركب بالريموت كنترول. القناة ناقصها كان الحتة دي، القناة كان ناقصها موضوع المركب بالريموت كنترول. اوكي، بتمشي قدام وورا ويمين وشمال، و 45 كده و45 كده و45 كده. اوكي، وبتشتغل اول دور بره، وعندها قناتين يعني ممكن تجيب مركبتين من الموضوع ده. اوكي، وبتستحمل الموج العالي شويه شويه، الموج العالي لكن مش بحر جامد يعني. اتفقنا. كام سنه دي؟ مش كاتب كام سنه، بس هو مش كاتب كام سنه يعني. ده فيها موتورين، فيها موتورين ورا. واو، ودي ايه، بتعومها يعني ولا دي ايه دي؟ اوكي، هنشوف الكلام ده كله على الطبيعة، كله هيبقى على الطبيعة. اوكي، شكلها بجد حلو. اوكي، طب تمام. عايزين ايه تاني؟ مش عايزين حاجه. وبيجي معاه مروحتين زياده عشان لو مروحتين اتكسروا. كتالوج ماشي، ريموت كنترول جميل بصراحه. محتاج حجاره. اوكي، بعمل كده على طول. الموتورين بيمشوا، بعمل كده الموتورين بيمشوا العكس، بعمل كده وكده يوقف موتور فتحود يمين، كده وكده يوقف موتور فتحود شمال، وهي ماشيه على طول. لو ماشيه لورا نفس الكلام، يوقف موتور ويوقف موتور، فتقدر تحود كده وورا وقدام الاربع اتجاهات. اوكي، جميله بصراحه، جميلة واتزانها حلو وفي المواتير تمام. لا هي مش طيارة يعني. اوكي اوكي طبعا دي ما بتتحطش في المية، دي بس تسندها لو هتحطها ديكور في البيت. كده يعني، كده كده على طول، كده الموتور لف العكس ورا، كده قدام، كده ورا، كده قدام،
تحوط يمين كده قدام وتحوط شمال، فده بيقف واحد موتور من دول بيقف. لما ترجع لورا العكس، يعني ده اللي وقف لما حوطت يمين، لكن هنا لو حوطت يمين يعني في فرق بين ده وده، انك توقف ده او توقف ده هنا على طول. يعني خلي بالكم الموتور على طول بيحوط كده. انت محتاج ايد ثالثه كده، الموتور بيحوط الناحيه دي عكس عقارب الساعه، ده يمشي قدام، هيرجع ورا هيمشي مع عقارب الساعه. اوكي، هتخش يمين ده هيقف، هتخش شمال ده هيقف، وهنا هتخش يمين ده هيقف، هتخش شمال ده هيقف، لان هي بتحوط عكس عقارب الساعه، فبيوقف موتور من ده. فلما موتور واحد يشتغل تحوط، وموتور تاني ده يقف وده يشتغل تحوط الناحيه التانيه. اوكي، شكلها حلو جميل، هنجربها في الميه، ننزلها في الترعه، عندي ترعه انا هنا. طبعا مهم برضو موضوع الاريال ده، ماشي الكلام. ما اعتقدش ان الكتالوج فيه حاجه زياده، يعني 8 سنين فما اكتر، 8 سنين مش اقل من 8 سنين، اقل من 8 سنين هيغرقها، هو مش هيحصل حاجه، هي هتغرق بس. اوكي، بس عاملينها بطريقه ظريفه يعني حلوه بجد، طريقه حلوه يعني. معرفش هل انا لو عملت ده كده هيغير ال اكيد هيغير الهواء، هيخليها تحود تتعكس، اكيد هتتعكس. تمام، املى الترعة اللي عندي دي ونجرب نطيرها في الترعة، ماشي الكلام. ده اسمها هو الظريف اللي فيها، الحركة دي، يعني الحركة دي ظريفة، يعني انه يعمل لك ريموت كنترول بالمنظر ده. 9 فولت على فكرة، يعني عيب فيها شوية 9 فولت، حاجة 9 فولت بيبقى غالي شوية، بس 9 فولت يعني 9 فولت الحجر ده. وهنا اون واوف بالنسبة لهنا كده توقفها فخلاص ما تشتغلش. اوكي تمام، شكلها حلو يعني، ولا رأيكم ايه؟ اوكي، شكرا لكم، اول مركب في القناة، وهستمر في مجاب المركب. لو عجبتكم هستمر في مجاب المراكب، يعني ممكن نجيب مثلا يعني عندنا 100 طيارة، عندنا 30 سكوتر، نجيب 100 مركب، 100 مركب كده ونطيرهم ونشغلهم مع بعض في الترعة اللي عندي دي، ونشوف النظام ايه لو عجبكم. اوكي، اشكرك.